السلام عليكم اخواتي وحبايبي، احنا النهارده في يلا كوره بنلعب مطوشه رمضانيه دوره جميله. انا ممشى سيتي بارك داخل بعاشو. احنا النهارده 10-2 يعني البدايه. لا بيك بصراحه البدايه 10-2 متوقع النهارده. انت اداره فنيه جميله جدا واحنا اتفاجئنا بيك في الكوره بصراحه. معلش بقى اتفاجئنا بيك بجد. معلش هو رقم واحد معانا في سيتي بارك في الاغاني والمهرجانات، رقم واحد معانا في الاداره الفنيه، رقم واحد معانا في دبي هناك. انا اظن هينافس حسام حسن تقريبا. انا حابب برضه اشكر اخواتي الاسكندرانيه طبعا كلهم اللي جم شرفونا ونورونا كلهم بقى اخواتي وحبايبي. وانا بقول انتظروا الماتش الجاي. لا انتظروا النهائي بيك. النهائي بقى مع عشان الصعود. الصعود انتظروا النهائي. انتظروا النهائي مع بتاعتي. لا بتاعتي انا بقول لك دي بتاعتي. كابتن احمد حسام ميدو طبعا على دماغي وكل حاجه وكل مدرب هنا على دماغي، بس انا حمو بيكو ماليش في الكوره. وانا بقول لك هاخد الدوري ده رقم واحد، بس معايا لعيبه بتاكل النجيله. اداره فنيه جميله، اداره فنيه جميله وتنظيم حلو، والنهارده في روح معنويه حلوه. ويلا احنا مستنيين اعلى مباراه. اخواتي بحبكم ويلا كوره. اللي بيحب الكوره يجي بقى عشان يحضروا معانا كل الدوري. بحبكم.